مرحبا جميعا، معكم أحمد من قناة أحمد أمين للمعلومات. اليوم يا أصدقاء رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم يا أصدقاء راح يكون موضوع الميزتين الرائعتين في برنامج كيري ماستر، أشرحهما بالتفصيل. أتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسوا لايك واشتراك في القناة. الميزة الأولى وهي أن دخولك إلى خيار الوسائط. مثلا أنت عندك شيء أو صورة بتستخدمها بشكل متكرر وتكون في ملف إنك تحب توصله، فبتيجي تدخل على الملف الصورة وعجيب بدلك تنقر عليه نقرة مطولة، وتيجي على خيار المجمع وتفعله. وفي عندك بطلب أخرى خيارين، خيار الزر وهي إضافة الصورة أو الفيديو، والحذف إنك تحذفهم من الجهاز بشكل كامل. ميزة هاي النجمة أو الفائدة منها اللي هو عندك خيار المفضلات تكون موجودة عندك في البداية. مثلا إنه عندك ملفات كتير صور في الفيديوهات، بدل ما تكون تبحث تطور في المحتوى كنت تبحث في على خيار المفضلات بتلاقي الصورة والفيديو. هاي كانت الميزة الأولى، وأتمنى إنها تكون الميزة الثانية. فمثلا أنت عندك صورة أو أكثر من صورة وفيديو أو فيديو تكون مدته مثلا 10 دقايق ربع ساعة، انها تكون مدته طويلة نوعا ما. انت بتيجي بتعمل منتج بناسبك، اجازك تحط موسيقى وكانت مدة الموسيقى اقصر من وقت الفيديو، ومثلا مدة الفيديو ساعة والموسيقى لو بدك تمدها راح تتعب. فبتيجي بتفعل خيار انشوطه، راح تقدر تمدها بس راح تاخد وقت اطول. بتيجي لخيار تمديد لنهاية المشروع، وهيك بصير الموسيقى بطول المشروع. بس هاي الشي راح تأثر عليك انك مش راح تقدر تعمل اختصاص للموسيقى او الصوت اللي انت مسجله. مثلا حطيت طبقة نص او صورة او اي شيء، وانتجت وجهزت وضعك، بس ضلت عندك مشكلة الصوت. فهاي طريقة سهلة، ولو انك تشغل الفيديو راح تكون موسيقى بالوضع الطبيعي. زي ما انتم شايفين هاي هي الطريقة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا لايك واشتراك في القناة.